لكن الشباب هذا، الشباب هذا مظلوم، نعم مظلوم، لأنه أحيانا يستعمل كورقة انتخابية ونحن نرفض هذا. هذا الشعب يريد أن يكون ورقة للتغيير في المستقبل، والتغيير في المستقبل ما يكونش إلا إذا كان قدم للشباب الحلول اللي يستاهلها. عندنا شباب راهم موجودين في عقود ما قبل التشغيل، وهذا معروف. الحكومة مؤخرا قدمت، يعني أعطت يعني قدمت الحلول اللازمة، وهو ضرورة إدماج كل هؤلاء ضمن عملية تدريجية. هي اللي وجدت أيضا أبنائها في التسعينيات من باتريوت، من حرس البلدي، من قدماء الجيش، من كل هؤلاء. هذا كامل لازم يكون تكفل بهم ومعالجة لأوضاعهم، لأنهم ناس عبروا عن وطنية كبيرة، وأنهم الناس اللي قدموا أنفسهم في سبيل أمن واستقرار الجزائر. طبعا هذا دعما للعمل الكبير اللي قام به الجيش الوطني الشعبي وزال يقوم به اليوم وغدا إن شاء الله، لأنه الحصن والقلعة الصامدة والصلبة في وجه كل من يسعى لأن ينال من أمن واستقرار الجزائر.